طبيعي ومش عايزين نقول السابع معاكم الفرق الأول من ألمانيا وبعدين عمال نحط كلمة قبل كلمة مش مهمة الموجود في ألمانيا اللي بعد ده أقول مملكة على ترخيص غير نص طراز معماري وعليه بدأ المالك في الهد ومن المفضل إنشاء برج سكني مكانه وهيكون فيه دور عرض أيضا في المالك قال إن هو هيخلي البرج ليه في نهاية الحمامة الأول اسمها سينما الطلبة نظرا لأفضل ودخول عدد كبير من الطلبة ليها، لكن بعد كده أخذ قرار رئيس مؤسسة والفترة اللي فاتت يعني حصل ملك المبنى على تنفيذ بحثها بعد انتهاء عقد الشركة وقطع لك ان المبنى غير اثري ومحتاج معماري ولا المبنى ليس فيه قيمه معماريه، فبالتالي تم قرار الهدم من محافظه موجودين في منطقة المنيل تبع فيديو سينما موجود في المنيل
كل السينما اللي موجودة أمامنا كانت فيها حظيت باهتمام كبير قوي بعد إطلاق اسم سيدة الشاشة كتب علامة عليها، وبدأ إن هي تحصل باهتمام بالغ في هذه الفترة وفترة الحرمانات، وتم إطلاق اسم كتب علامة على السينما بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأيضا تم كانت الأول اسمها سينما الطلبة نظرا لإقبال عدد كبير من الطلبة عليها. وبعد كده تملك باسم فنانة الطلبة. كمان المكان هنا يعني بيكون مباشرة على النيل، ويمكن ده اللي خلى إن الناس المكان يجوا عشان يعملوا بيتكلموا ويكون فيه عدد من الحاجات زي دور العرض هيعملوا فيه دور السينما، وهيسموا البرج بتاعت الحمامة. المبنى واخد نصيتين، واخد بيطل على شارع المنيل وبيطل على نهر النيل او فرع نهر النيل، و على كورنيش النيل مباشرة عند بالظبط كوبري الملك صالح ومبنى الملك صالح. و ليس طراز معماري أو ليس ذو قيمة معمارية. وبعدها مباشرة أيضا تم تشكيل لجنة استئمان جديدة لمعالجة البناء لمعاينة الآثار وتأكد من القيمة المعمارية ليه، ولكن أكدت اللجنة أن المبنى ليس له قيمة معمارية وليس طراز معماري، وأنه مبنى عادي خالص. لكن طبعا المبنى كان بيحظى بشهرة كبيرة نظرا لتسميت السينما على اسم سيدة الشاشة العربية حتى الأمام. وبدأ الملاك النهاردة ومن امبارح بدأوا في أعمال الهدم للمبنى، والمفروض إن هما يشوفوا مبنى آخر، مبنى سكني هيكون فيه دور عرض يسمى باسم ده يأكدوا. طبعا كان المبنى مدار من كمان شركة الشركة البنوك، و الشركة طبعا كانت مأجرة المكان، والعقد الإيجار انتهى و 2002 تقريبا، وتم تسليم المبنى للملاكه. وطبعا الملاك كانوا يعني أخبروا على بيتهم كانوا عايزين يعملوا مبنى سكن مكان المبنى، وده حصل على تحديث هدم في عام 2013، وتم البدء في اعمال الهدم. Thank you.